يوم كنا بالضيعة كان يصير علينا قصف كثير ومخلفات كثير، كنا سارحين يوم من الأيام، قمنا لقينا قنابل عنقودية، قمنا حطينا عليها قش وشغلناها وهربنا، قامت انفجرت. من يومين بعد جلسي كنا ماشيين، قمنا لقينا مخلف حربة قذيفة هاون، وقفت طلعت حوالية ورجعت لورا ورحت خبرت عمي الكبير وجاب دفاع المدني وفكوها. أنا بنصح الناس كل شيء بشوف مخلف حرب وأجسام خطيرة وكي يبعد عنه ويخبر الكبيرين عشان ما يتأذوا يصيبون شيء، يعني إذا قلة تنفجر فيه إذا انقص إيده وانقص أجره، مثل ابن عمي انقصت أجره من هوني، بطل يحسن يلعب بالطابي معانا، بطل يحسن يطلع لبرا.